ورحبوا بكم أعزائنا المشاهدين عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيليلومير. وبداية يسر مكتب فضائية نورسات في الأردن ممثلا بمديرته الدكتورة باسمة السمعان وفريق العمل أن يتقدم بأسم التهاني والتبريك لمقام صاحب الجلالة الملكي عبد الله الثاني ولسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني والأسرة الأردنية الواحدة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. دعينا الله أن يحفظ جلالته والأردن الغالي بخير وأمان واستقرار والأمة العربية بمزيد من التقدم والازدهار. والبداية مع العناوين. البابا فرانسيس يشدد على الحاجة إلى أسلوب جديد في مجال الصحافة. البطريرك بتسبالا يستقبل مجموعة من الحجاج القادمين من الأردن. بعد انتهاء ترميمها احتفال حاشد لتكريس كنيسة القديس جورجيوس في الحصون. البطريرك ساكو في قداس بلندن تمسكوا بإيمانكم وأخلاقكم وجذوركم. وفيها أيضا أخلاقيات الحرية العصرية في حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور. أهلا بكم. خلال استقباله لوفد صحفي عالمي أشار قداسة البابا فرانسيس إلى أن الصحفيين مدعوون إلى قطع مسافات في الدروب الرقمية لأجل البحث عن الحقيقة، لافتا إلى أن الصحافة تتطلب القدرة على التوجه إلى حيثما لا يتوجه أحد، مما تستدعي التحرك والرغبة في الرؤية والانفتاح. ويرى قداسته أن من يدون شيئا يكون شاهدا مباشرا عليه أو مصدرا له فينقله بمصداقية بعد التأكد والتحقق منه، ناصحا الصحفيين بالإصغاء والتعمق في الفكر واحترام أخلاقيات المهنة وعدم التلاعب بالحقيقة. وختم البابا فرانسيس مشجعا الصحفيين على مواصلة الالتزام بنشر إعلام حقيقي وسليم. ترأس سيادة المطران خريستوفورس عطلة مطران الأردن للروم الأرثوذكس خدمة القداس الإلهي في كنيسة القديس جورجيوس في بلدة الحصون بمناسبة تكريس هذه الكنيسة وانتهاء ترميمها وتجديدها، حيث قام سيادته بتلاوة الأفاشين الخاصة ورشها بالمياه المقدسة. وفي نهاية الخدمة شكر سيادته الرئيس الروحي لمحافظة إربد الإرشمندريت أثناسيوس قاقيش والأيكونومست سمعان خوري راعي الكنيسة ولجنتها على الجهود التي بذلوها في سبيل ترميمها وصيانتها. وفي الختام رفع سيادته الصلاة عن راحة نفس مغبوط الذكر الإرشمندريت فيلوثيوس الذي رقد على رجاء القيامة والحياة الأبدية. على صعيد آخر وبدعوة من الهيئة الملكية للأفلام في عمان، شهد المطران خريستوفورس مع عدد من الآباء الكهنة وجمع من الحضور عرض الفيلم صليب في الصحراء والذي يتحدث عن حياة القديسة بتكا التي نسكت في صحراء الأردن لأكثر من 35 سنة. وفي نهاية الفيلم الذي تم تصويره بالكامل في المملكة أكد سيادته عقب أسئلة ومداخلات للحاضرين بأن هذا الفيلم يجسد العيش المسيحي الإسلامي المشترك في الأردن، مثنيا على جهود المشاركين في الإعداد والإنتاج والتمثيل والإخراج. استقبل غبطة البطريرك بير باتيسيا باتسابالا بطريرك القدس اللاتين في دار البطريركية بالقدس مجموعة من الحجاج القادمين من الأردن برفقة الأب سامر مدانات كاهن رعية اللاتين في جبيها. وأجرى الحجاج خلال اللقاء حديثاً ودياً مع غبطته حول عدد من الأمور الروحانية والمواقع الدينية التي ستشملها رحلة الحج. وفي ختام اللقاء تمنى البطريرك باتسابالا للحجاج زيارة مباركة للأرض المقدسة وعودة ميمونة إلى بلدهم الأردن. أقامت راهبات الفرنسيسكان مرسلات مريم وبدعم من البعثة البابوية دورة تدريبية لمعلمي التعليم المسيحي تحضيراً للمخيمات الصيفية للشبيبة والأطفال الأردنيين والعراقيين من مختلف الكنائس. وستحمل هذه المخيمات اسم أميل وأنظر، وقد تم التطرق خلال الدورة إلى كيفية توصيل المعلومات للأطفال بطرق حديثة بعيداً عن الأساليب التقليدية. في بيت جالا احتفل اثنان من الطلاب الكليريكيين هما فادي يوسف فتال من الأردن وسلامة عازر من فلسطين بارتداء الثوب الكليريكي بحضور حشد من طلبة المعهد الكليريكي وذوي الطالبين فتال وعازر وجمع من المؤمنين. مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارين الحدوة شهدت الاحتفال وأعدت التقرير التالي. حزيران هو الشهر المكرس لقلب يسوع الأقدس، شهر الرسامات الكهنوتية
والشماسية وارتداء الثوب الإكليريكي، حيث احتفلت الكنيسة اللاتينية بقداس احتفالي في كنيسة سيدة البشارة القريبة من المعهد الإكليريكي بقداس احتفالي ترأسه المطران ويليام الشوملي النائب البطريركي العام للاتين في القدس، وبمعاونة المطران بولس ماركوتسو والكهنة ورئيس المعهد الإكليريكي وكاهن الرعية. والاحتفال برتبة القبول ولبس الثوب الإكليريكي للطالب فادي يوسف فتال من الأردن والطالب سلامة حنا عازر من بيت جالة، وذلك بحضور الأهل من الأردن وفلسطين. بل اذهبوا إلى الخراف الضالة من أهل إسرائيل وأعلنوا في الطريق أن قد اقترب ملاك السماوات. تخلل القداسة لبس الثوب الإكليريكي للطالب فادي والذي عاونه في الارتداء والده وشبينه في مسيرته الشماس يوسف فتال من الأردن، والطالب سلامة وشبينه الأب عيسى حجازين كاهن رعية اللاتين في بيت سحور. وعمت فرحة كبيرة بالكنيسة بدخول الطلاب مرتدين الثوب الإكليريكي بكل فخر واعتزاز للسير قدما في سلك الكهنوت. اجعل المقبلين على ارتداء دينا أهلا لأن يلبساك أنت بنفسك. وبعد البركة تم الاحتفال بساحة الكنيسة بهذه النعمة المباركة من قبل الأهالي والكشاف والمؤمنين. هو نداء الرب ودعوة لقلبيهما لأن يلبوا هذا النداء ليكونوا أهلا لخدمة الكنيسة والخدمات المقدسة. فالكنيسة ترحب بالتعهد المقدس بكل فرح وسرور. اليوم مع قداس الرعية احتفلنا بقبول طالبين جدد إلى الرتب المقدسة ولبسوا الثوب الإكليريكي باحتفال بهيج بحضور أهلهم وأيضا بحضور رعية بيت جالة، لأنه أحد الطلاب الاثنين اسمه سلامة عازر هو من هذه الرعية، الطالب الآخر هو من الأردن لأنه معهدنا يستقبل طلاب من كافة أنحاء الأبرشية وخصوصا من الأردن العزيز. هؤلاء الطلاب سيدخلون اللاهوت وبحاجة إلى 4 سنوات قبل رسامتهم الكهنوتية في وقت قلت فيه الدعوات الكهنوتية وفي وقت قرأنا فيه اليوم إنجيل يسوع يدعو التلاميذ ويقول الحصاد كثير والعمل قليلون. في مثل هذا الزمن نحن نفرح لأن الله ما زال يقرع أبوابنا ويتفقدنا ويؤمننا بعملة لكرمه وبمعاونينا في ملكوته. منبارك للرعية للمعهد الإكليريكي، نتمنى لكل كنائسنا في الشرق الأوسط إنها يكون عندها دعوات قديسة إلى الكهنوت. كل عام وأنتم بخير. نشكر ربنا على هذه النعمة. صحيح في خليط من البهجة ومن الرهبة ومن يعني المناسبة كلها بشكل عام، شيء جميل ومفرح جدا انه نكون احنا خدام لربنا لسيدنا يسوع المسيح، خدام للنفوس. وبهذه المناسبة انا بشكر بالاول ربنا على هذه النعمة، ثاني شيء بشكر بيتنا خلينا نسميه السمينير اللي بيخرج هيك شباب وهيك كهنة إن شاء الله على طريق القداسة يا رب. وكمان بشكر رعية بيت جالة كنيسة البشارة في بيت جالة على استقبالهم هذا الاحتفال وقيام بهذا الاحتفال هذا. بشكر كمان الأساقفة اللي كانوا موجود، سيدنا ويليام وسيدنا بطرس ماركوتسو
والكهنة المشاركين وكمان رئيس الدير أبونا برنار. بهاي المناسبة كمان ما بنسى نشكر قناة نورسات وجميع المواقع التواصل الاجتماعي على بثهم هذا الاحتفال، وربنا يباركهم إن شاء الله ويبارك جهودهم ويبارك جميع العاملين في هذه القناة وهذه القنوات كلها بشكل عام. هاي رتبة هي تعبير عن إرادتي إني أتبع المسيح، هي تعبير عن رغبتي إني أمشي نحو الكهنوت. الطريق زي ما حكى سيدنا ويليام بالكرزة ممكن طويل كتير أو ممكن تواجهنا فيها صعوبات، ولكن بالإنجيل اليوم بحكي لنا أو بسفر الخروج بحكي لنا لا تخافوا. فأنا متأكد إنه بنعمة ربنا وحماية كمان القديسين والعذراء إني يعني إن شاء الله رح أكمل بهاي الخطوة. وبحاب أشكر الجميع صراحة، المعهد الكليريكي بيتي الثاني أو بيتي الأول زي ما بيحكوا، عشت هون حوالي 6 سنين. حاب أشكر الرعية، حاب أشكر كمان البطركية اللاتينية وكل الأشخاص اللي عم بيشوفونا من خلال البث المباشر. اليوم فرحتنا كثير كبيرة برتبة القبول وارتداء الثوب الكليريكي. هي هاي فرحة يعني حلوة وعظيمة، هي رتبة صغيرة بس هي فرحة كبيرة لنا، لأنه هي عبارة عن إنه إحنا رح نوصل لهدف معين. إحنا دخلنا على السمينار عشان نتنشأ ونوصل لهدف معين، وإحنا هلأ عم نمشي تدريجيا لهذا الهدف. وبشكر ربي على هاي النعمة يعني اللي أعطانا إياها بأول مرحلة. كمان حاب أشكر نورسات على تغطيتهم هاي الرتبة ونقلهم بث مباشر كمان والصور. شكرا لكم كثير. لنورسات مارلين الحدوة من باحات كنيسة سيدة البشارة بيت جالة. مسيحي والمشرق، الأردن نموذجا، كان عنوان حلقة جديدة من برنامج عين على المشرق الذي يعده ويقدمه الأب نبيل حداد على فضائية نورسات. وقد استضاف البرنامج المؤرخ والإعلامي الدكتور جورج طريف، حيث تركز الحديث حول تاريخ المسيحية في الأردن وعن المواقع المقدسة والأثرية في المملكة. المسيحي العربي المسيحي في الأردن لا ينسلخ عن أردنيته وعن عروبته. أعطينا يعني الكنيسة العربية أين هي في نعم. هذا نعم. وأنت المؤرخ نعم. الأردن بلد معمودية السيد المسيح. نعم. ولما نحكي المعمودية تعمد السيد المسيح، انتشرت المسيحية من الأردن إلى باقي الدول. صحيح ولد في بيت لحم وعاش في الناصرة وعاش في القدس، بس أيضا هو جاء إلى الأردن ومر على منطقة أم قيس وتعمد في موقع المقطس الموجود الآن في شرق النهر. فالأردن هو بلد المسيحيين، والمسيحيين متسقين بالأردن عبر التاريخ، ليس بالمئوية. احنا تحدثنا عن الفترات السابقة منذ عهد قسطنطين. الآن في المئوية الأولى من عمر الدولة الأردنية بنلاحظ أنه ربنا ما نحن الهاشميين، وهذه قيادة نعتز ونفتخر بها ونفتخر. يعني الأردن الآن يعتبر أفضل دولة عربية، فالأردن أصبح ملجأ لكل العرب، وهو حديقة زي ما بيقولوا وسط حريقة. احنا الجو ملتهب حوالينا، ومع ذلك الأردن يعيش بأمن واستقرار. كل هذا بفضل حكمة الهاشميين، ابتداء من الملك الشهيد عبد الله الأول، مرورا بأحد الملك طلال ملك الدستور، ثم أفضل دستور في العالم كان دستور الملك طلال، ثم عهد الملك حسين الباني 43 سنة أو 46 عام حكم، وعهد الملك عبد الله الثاني. في عهد عبد الله الثاني الأردن انتقل نقلة نوعية كبيرة تجاه احترام الآخر وحب الآخر وحب الجار. ظهرت في عهده 3 مبادرات مهمة. أول واحدة رسالة عمان، وثاني واحدة تعالوا إلى كلمة سواء. كلمة سواء 2007، وثالث واحدة بنيويورك أسبوع الوئام. صحيح.
اختتم غبطة البطريرك الكاردينال لويس رافائيل ساكو زيارته إلى المملكة المتحدة بقداس احتفالي للرعية الكلدانية في لندن. وخلال القداس الذي أقيم في كنيسة العائلة المقدسة، بارك غبطته أعضاء أخوية تيمار يوسف ورسم عدداً من الشمامسة الرسائليين والإنجيليين. وفي عظة القداس الذي حضره عدد من الآباء الكهنة وجمع غفير من المؤمنين، دعا المصلين إلى العمل كفريق واحد والالتفاف حول كهنتهم ولا ينسوا جذورهم الكنسية والوطنية والقومية وأن يبقوا على تواصل دائم مع بلدهم الأم. وأضاف قائلا: مستقبلنا هو بيد الله الذي سوف يحاسبنا على محبتنا وخدمتنا وعطائنا. وختم البطريرك ساكو العظة بوصيته للمؤمنين بأن يتمسكوا بإيمانهم وأخلاقهم وجذورهم وأن يربوا أبنائهم على هذه الروحية. تعتبر كنيسة اللاتين في السلطنة الكنائس التاريخية العريقة في المدينة، والتي يعود بناؤها إلى عام 1870، وهي تعد الآن من المعالم السياحية البارزة في السلط. نورسات زارت الكنيسة وعدت التقرير التالي. في محطة مميزة من سلسلة حلقات كنيستي، نقف اليوم على باب كنيسة وقف على أبوابها وعاش بين جدرانها قديسون مجيدون كرسوا حياتهم وأنفسهم لخدمة الكنيسة ولإيصال بشارة السيد الأعظم. كنيسة انتقال السيد العذراء للاتين في مدينة السلط هي محط أنظارنا لهذه الحلقة، لنستمتع وإياكم بتلك المشاهد الغنية والتعرف على تاريخها النير. تقع كنيسة انتقال السيد العذراء قرب ساحة العين في مدينة السلط، حيث تعد رابع أكبر مدن المملكة الأردنية الهاشمية. تقع هذه المدينة على الطريق الرئيسي القديم المؤدي من عمان إلى القدس، وتبعد حوالي 27 كيلومتراً عن العاصمة عمان. دعيت الكنيسة باسم أم الكنائس باعتبارها الكنيسة الأولى التابعة للبطريركية اللاتينية في الأردن. خدمها في القرن الماضي العديد من الآباء والراهبات الذين وضحت بصماتهم في الكنيسة، وما زال يخدمها آباء أجلاء حافظوا واعتنوا بكل حجر من زوايا الكنيسة. في داخل الكنيسة عند دخولنا إليها نجد تصميماً معمارياً ونقوشاً فنية مستوحاة من التراث المحلي، بالإضافة إلى تصميمات أوروبية وخاصة من إيطاليا. وهنا نذكر الأب جان مورتيان الذي وضع مخطط الكنيسة وأشرف على بنائها الأب جوزيف جاتي، حيث ابتدأ العمل في بنائها منذ عام 1870 واستمر حتى عام 1886، وساهم في بنائها عمال مهرة من بيت ساحور وبيت جالة. التقت عدسة نورسات مكتب الأردن بالأب رياض حجازين راعي الكنيسة، حيث حدثنا عن الرعية وتاريخها وجدرانها الأثرية المملوءة بالقداسة بتفصيل. فقال: احنا هون أول شيء في أول كنيسة لاتينية بنيت في شرق الأردن في مدينة السلط. السلط هي أول كنيسة بنيت في هاي المدينة تقريبا في سنة 1866. أرسل كاهن رعية نابلس كان اسمه دي أكتيس بطلب من بطريرك القدس أنه يبدأ بتأسيس رعية في مدينة السلط، وبالفعل وصل للسلط لكن قعد بجوز فقط سنتين، وأغلب وقته قضاها مستأجر بيوت في الرعية حتى يصلي ويسكن في الصلاة. في 1869 عين مكانه كاهن جديد بكنيسة الصلاة الأب جان موريتان، خدم سنتين كمان في الصلاة، وعلى دوره
ابتدأ في بناء الكنيسة في السرط، لأن الرعية صارت كبيرة، صاروا بحاجة لكنيسة، لأن البيوت بطلت تكفي مكان للصلاة، فبدأ ببناء كنيسة في السلط. والكنيسة هي المضبوط راح يشوفها كمان شوية، هي قاعة حالياً تحت الكنيسة، لكن للأسف الأتراك في حينها اللي كانوا هم مسيطرين على المنطقة لم يسمحوا له ببناء كنيسة كبيرة، فقط أعطوه إذن لبناء كنيسة 10 متر في 6 متر بس. طبعاً سنة سنتين الكنيسة برضو كمان بطلت قادرة إنها تسع المصلين، فبدأ يفكر في بناء كنيسة أكبر حتى تسع المصلين من رعية السلط الجديدة. فبعده أجا كاهن اللي هو بالفعل بقدر نسميه مؤسس رعية السلط، اللي هو الأب جوزيف جاتي اسمه. في سنة 1881 بدأ في بناء كنيسة فوق الكنيسة القديمة. طبعاً الكنيسة القديمة صغيرة، فانجبروا يوسعوا الكنيسة القديمة حتى الكنيسة الجديدة اللي بتم يبنوها تطلع أوسع وأكبر وتكون قادرة إنها تسع المصلين. وبالفعل 1881 بلشوا في بناء الكنيسة، 1886 انتهى البناء الكنيسة الجديدة اللي سموها كنيسة انتقال السيدة العذراء إلى السماء. كنيسة السلط بتوقع أنه بنيت على الستايل اللي بيسموه الجوتيك، بالعربي الستايل القوطي، الهندسة القوطية، اللي هي بناء بدون أعمدة داخل الكنيسة، فقط الأعمدة على جوانب الكنيسة، وآخر الكنيسة فوق بكون زي قوس، فبتكون الكنيسة ما فيها ولا أي عمود. وبتوقع إحنا عندنا 3 كنائس من هذا النوع، اللي هم كنيسة بيت جالا، كنيسة البطريركية الكاتدرائية في القدس، وكنيسة السلط. فهذا نوع البناء، نوع الهندسة اللي اتبعوها في بناء هاي الكنيسة. جابوا رسام من هولندا حتى يرسم الكنائس في شرق الأردن وفي حينها، اللي كان أولهم طبعاً السلط، بعدين كنيسة ثانية اللي هي كنيسة رميميم. وبالفعل عمل هاي الأيقونات، وحاول إنه في الصورة الكبيرة اللي بيشوفها إنه يمثل، يعطينا فكرة عن الكنيسة اللي هي كنيسة انتقال السيدة إلى العذراء، طبعاً مع مناظر مختلفة على الجهتين، على جهة اليمين وعلى جهة الشمال من الكنيسة. وطبعاً في سنة 1927 صار في هزة في منطقتنا، والكنيسة كثير تأثرت بهاي الهزة، صار في تصدع في الجدران. في حينها حاولوا إنهم شوية يرمموا هاي الكنيسة، فوضعوا إطار اسمنتي خارج الكنيسة حتى يسندوها شوية، وداخل الكنيسة عند السقف تقريباً وضعوا حديد، ربطوها بحديد حتى، لأن الكنيسة تصدعت وكان خايفوا أنها تنهار الكنيسة، ففي حينها اشتغلوا هذا الشغل حتى يحافظوا على الكنيسة ما تنهار. قبل أكثر من 125 عاماً كان حال المسيحيين المؤمنين هزيلاً، فالجهل ونقص الديانة كان في تلك البلاد والأيام محزناً جداً. ونظراً لما سمعه الأب جوزيف جاتي عن النجاحات التي تقدمها إرساليات راهبات الوردية في توعية المؤمنين وتنشئتهم تنشئة مسيحية صحيحة، فقد اتخذ القرار بمخاطبة غبطة البطريرك منصور براكو بطريرك القدس للاتين من خلال رسالة يطلب فيها حاجته إلى مجموعة من راهبات الوردية ليخدمنا عنده في الدير،
ويشرفن على إدارة مدرسة البنات الموجودة في نفس الدير. وبالفعل لبت الراهبات نداء الطاعة، فحملن أنفسهن وكنا 4 راهبات، من ضمنهن كانت راهبة تدعى ألفونسين. جئنا قادمات من بيت ساحور إلى السلط، متناسيات مشقة السفر وتعبه، سعيدات بما سيقدمنه للسلط وللمؤمنين فيها من خدمات روحية وتعليمية. أول كنيسة كانت موجودة هون، بنيت في 1869 وتم تدشينها 1871. هلأ الكنيسة، حدود هاي الكنيسة زي ما حكيت إنه الأتراك لم يسمحوا ببناء كنيسة كبيرة، فقط 10 ب6 متر مساحة الكنيسة، وكانت هاي الكنيسة القديمة. هلأ لما بنوا الكنيسة اللي فوق بدهم إياها تكون أكبر وأوسع، فانجبروا كمان في هاي المنطقة إنهم يوسعوا كمان حتى تطلع الكنيسة الكبيرة أكبر من القاعة. فبتوقع كل هذا الجزء حتى اللي خلفي هذا كله جزء يتم إضافته بهدف توسيع الكنيسة الموجودة فوق اللي هي الكنيسة الحالية. هلا كنيسة السلط بسموها بالفعل أم الكنائس، أم أول كنيسة لاتينية بنيت في شرق الأردن. نقطة ثانية كمان، كنيسة السلط أو رعية السلط بالذات كمان هي أول كنيسة تستقبل رهبات الوردية في شرق الأردن. في سنة 1887 أجا مجموعة من الرهبات الوردية حتى يخدموا في الرعاية في شرق الأردن، وطبعاً كانت أول رعية السلط، فوصلوا هنا لمدينة السلط. ولحسن حظ هاي الرعية كمان إنه من أول الرهبات اللي وصلوا للسلط كانت القديسة اليوم الأم ماري ألفونسين، كان وفد وكان معهم الأم ماري ألفونسين اللي هي بعدين أسست رهبانية الوردية وأصبحت فيما بعد قديسة على مذابح الكنيسة. بحسب كتابات الأم ماري ألفونسين إنه أول سكن لهم كان في القاعة اللي تحت الكنيسة، ويبدو إنه هذه المنطقة الجديدة اللي إحنا موجودين فيها كانت غرف، لأني أنا كمان بتذكرها إنه كان هاي المنطقة غرف وزيلت فيما بعد، وإنه رهبات الوردية أول ما سكنوا أول دير كان لهم في هاي المنطقة بالذات اللي إحنا موجودين فيها، هذا الجناح من الكنيسة القديمة. في 14 من شهر شباط عام 2015 أعلن قداسة البابا فرانسيس الراهبة ألفونسين التي ولدت في القدس باسم سلطانة عام 1843 وانخرطت في سلك الرهبانية عام 1860 قديسة على مذابح الرب. وبعد 6 شهور من إعلان قداسة الأم ألفونسين عمل مكتب فضائية نورسات الأردن على البحث والتقصي عن مكان إقامة القديسة ألفونسين في مدينة السلط وتحديداً في ذات الدير، حيث تم إنتاج فيلم وثائقي عن حياتها داخل الدير وتحديد الأماكن التي قطنت بها القديسة نسبة للوثائق والتحليلات التي أدلى بها شيوخ المدينة. وبعد الانتهاء من عمل الفيلم الوثائقي تورعت الدكتورة باسمة السمعان حاملة الصليب الذهبي لفرسان القبر المقدس وعائلتها على نفقتهم الشخصية بإعادة ترميم المكان الذي عفى عنه الزمن وأعادت الحياة إليه من جديد. ونتذكر هنا حفل التدشين الرسمي الذي احتفل به غبطة البطريرك فؤاد الإطوال بطريرك القدس للاتين بحضور جموع من الرسميين والمسؤولين، مدشنا المكان بالماء المقدس ومعلنا بشكل رسمي للجميع عن مزار جديد للبطريركية اللاتينية. وخلال الاحتفال قلد غبطة البطريرك الدكتورة السمعان وسام القبر المقدس الذهبي وشهادة تقدير لجهودها في كل ما قدمته في خدمة الكنيسة في الأردن، وخاصة لهذا المكان الذي سيبقى شاهدا على عطائها ومحبتها للرهبنة الوردية.
لم يقتصر الحلم والإنجاز في هذا المكان المبارك على ما أنجزته السمعان، بل بسواعد الأب رياض حجازي راعي الكنيسة وبدعم من أبناء الرعية في محافظة البلقاء مدينة السلط، قاموا بترميم بقية المكان، فأصبح الآن من أكبر المزارات المقدسة في الأردن الذي بدأ يستقطب السياح للتبرك منه. في هذا المكان بالذات السيدة باسمة السمعان حتر أحبت أنها تكرم القديسة ماري ألفونسين، فتبرعت ببناء مزار في نفس المكان للقديسة الأم ماري ألفونسين سنة 2016 بعد إعلان قداسة الأم ماري ألفونسين بسنة تم تدشين هذا المزار بحسب رغبة السيدة باسمة السمعان. طبعاً هاي القاعة مرت في مراحل كثيرة، في البدايات كانت كنيسة، بعدين مع المدرسة لما تم افتتاح المدرسة في السلط أصبحت فيما بعد مسرح تابع للرعية ولمدينة السلط، لأنه كمان بالسلط تتشرف كمان إنها تكون أول مدرسة موجودة وأقدم مدرسة حالياً هي مدرسة اللاتين في السلط، تأسست عام 1869، يعني القوارني أول ما وصلوا السلط كان يصلوا ببيت واستأجروا بيت كمان لمدرسة. فبعديها بفترة قصيرة كمان حاولوا وعملوا مدرسة للبنات في السلط، وطبعا مين كان مسؤول عن هاي المدرسة؟ رهبات الوردية، لأن الرهبات الوردية أحضروا خصيصا للاهتمام في العنصر النسائي في هذه المنطقة، لأن العنصر النسائي كان مهمل، لا مدرسة ولا تعليم ولا أي شيء، فأجوا الرهبات خصيصا حتى يهتموا بهذه الفئة من المجتمع، فئة الستات، حتى يعلموهم، حتى كمان يعلموهم مش فقط من ناحية علمية، حتى كمان يثقفوهم من ناحية. ومن أعماق هذا المكان الذي داست على أرضه قديسة الوردية ماري ألفونسين نطلب بركتها وشفاعتها بأن تحفظ بيعة الله من الآن وإلى أبد الآبدين، آمين. بك تجددت حياتنا وولدنا من جديد يا كنيسة في كل ضيق. بمشاركة 13 طالبا قدموا من عدة رعاية في المملكة، استكملت الدورة الثامنة لتعليم رسم وكتابة الأيقونات المكثفة برنامجها الذي استمر لعدة أيام وعلى مدى 4 ساعات يوميا، حيث أقيمت الدورة في قاعة شبيبة جمعية النهضة العربية الأرثوذكسية الخيرية في جبل الأشرفية بإشراف مسؤول مدرسة الفنون البيزنطية قدس الأيكونومس ألكساندروس مخامرة، ومتابعة الأستاذ اليوناني قسطنطين القادم من كلية اللاهوت في جامعة أرسطو باليونان. وقد تركزت الدورة حول أصول وقواعد فن كتابة الأيقونة لتمكين المشاركين من الاعتماد على أنفسهم بتصميم الأيقونات في كنائسهم. قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية مع الأب جورج شرايحة حلقة متميزة بعنوان أخلاقيات الحياة العصرية، وقد أجرى البرنامج اتصالا هاتفيا مع الأب اللبناني الدكتور شوقي كرم المتخصص في مادة اللاهوت، ومع الأب بشير بدر مدير المركز الرعوي لشؤون العائلة والزواج في بطريركية اللاتين بالأردن. وقد أكد الحوار في هذا الموضوع أن تحسن الأخلاق غير مرهون بتقدم الزمن بقدر ما أنه مرتبط بنضج الإنسان ووعيه والتزامه بدينه. فإلى هنا نشوف على ساحات الإعلام يعني مشاهد جدا مؤذية للإنسان الملتزم المؤمن،
يعني ما احنا الكنيسة لا تثير تجاههم الكراهية، لكن كراهية الخطيئة. وقداسة البابا يعني وصفهم بالخطاة وليس بالمجرمين، وأعدها الناس انه انت يا قداسة البابا لا تجرمهم، لكنهم تدعوا انهم هن خطاة. نعم. وقداسة البابا اتهم بانه لا، ما هذا تفسير خاطئ لكلام قداسة البابا. نعم. لانه قداسة البابا هو ليس رجل القانون وليس صاحب الولاية والسلطان المدني تيحكي عن موضوع الجميمة. البابا هو حبر اعظم، هو ذو رتبة دينية، فعندما يتحدث عن الموضوع الديني، يعني محاربة المثلية اذا جاز التعبير، او الاهتمام بعلاج هذه الظاهرة، وليس قبولها كما نشاهد يوميا تطلع لنا السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي بكافة الفضائيات وكافة على الاحتفالات اللي قاعدة بتصير على الدول اللي بتمنحهم حرية للتعبير، وأصبح لهم علم خاص فيهم، أصبح في لهم احتفالات الخاصة، وإنه يا مجتمع بدك تتقبل، ما تكونوا متخلفين، ما تكونوا رجعين. الموضوع مش هيك، الموضوع هو مش ليس ديني فقط، الموضوع هو منذ بدء الخليقة، منذ المجتمع الإنسان. نعم. التكوين الأول، يعني من الكتاب المقدس، منذ البدء خلق الله الإنسان، خلقه ذكرا وأنثى. وفي نعم. ظواهر كثير عم تطلع، يعني عم يشوف الكلاب البشرية اللي بيمسخ حاله وبصبح كلب وبلبس لبس كلب وبيطلب من حدا يربيه ويحط له الحبل ويمشوا فيه بالشوارع، والفيديوهات انتشرت من سنوات، واليوم بيحكم بارح على الانترنت انه فوق 4000 منتمي لهذه. نعم. الجماعه. نعم. يعني كل 10 20 سنه بنشوف في اشياء شاذه، هي ما نقدر نسميها الا هي. نعم. نعم، الا انها اشياء شاذه عن القاعده. ولما بندخل بموضوع الايمان واضح وجلي، يعني بنشوف رسائل القديس بولس اللي بتحذر انه في جماعات يكون بيناتهم هاي الاشياء، ونشوفنا كمان بسفر التكوين، يعني الموضوع منذ الأزل، يعني الموضوع مش موضوع الساعة زي ما بفكر. نعم. إحنا هو الموضوع قديم جدا بكل المجتمعات، كان في هذا الشيء، والأديان حاربته والمجتمع والسلطة جرمته. بس اليوم في ظل خلينا نقول ذوبان الثقافات الأصيلة، وفي ظل الانحلال اللي قاعد بصير، والفتور الإيماني كمان، يا كمان هذا ساعد بالضبط، الجيل الجديد اللي فتر إيمانه وبطل ملتزم، أو إنه انتمائه لكنيسة أو لأي ديانة معينة، يعني صار نعم. الشباب إذا أظهر تدين إنه متخلف، وإذا شاب مثلاً بقول لك بروح على الكنيسة، يو أنت بعدك بتروح على الكنائس، وإذا مثلاً حكى أي كلمة بتدل على إيمانه أو على ديانته يصير منفر. يعني هذه كلياتها. نعم. أعمال بالزبط. أنا بعتبرها أن الشيطان يدخل فينا بهذه الأساليب ويشرعن الخطيئة. نعم. كلمة شرعنت الخطيئة طبعا هي كلمة قالها سيادة المطران، هي موجودة بالمصطلحات. نعم. كيف نعم. نعم مو موجودة، أنه كيف نشرعن الخطيئة. الحرية هي أساس الأخلاق، لأنه الفعل الأخلاقي بصدر ويستمد من إرادتنا، لا يستمد إلا من إرادتنا وكياننا الداخلي. صحيح. طبعا هو فعل فردي، فشو يعني معنى الحرية؟ هي القدرة على التصرف بما لا يضر الآخرين دون أي جبر أو ضغط خارجي على اتخاذ القرار أو تحديد خيار من عدة إمكانيات موجودة. نعم. فمفهوم الحرية بعيننا بشكل عام شرط الحكم الذاتي في معالجة موضوع ما. أما موضوع أخلاقيات الحرية المعاصرة، حدد مفهوم الحرية اللي بنفهمه في عصرنا الحالي هو عصر التنوير، إنه هي التخلص من التعصب للعقيدة والأحكام المسبقة، وهذا بيعني خروج الإنسان من سباته العقلي اللي وضع نفسه فيه بنفسه عن طريق استخدام العقل. فالحرية الحقيقية هي عدم ترك الثوابت والقيم، هذا أولا. ثانياً التحرر من الأفكار الخاطئة. ثلاثة اختيار الإنسان لنمط عيشه في إطار الاحترام المتبادل. نعم. فأهمية الحرية تكمن في أنها تمكن الأفراد من أن يكونوا أكثر إبداعا وتفوقا في مجالاتهم المهنية والشخصية. ونحن اليوم عندنا صراع ثقافي بين ثقافة علمانية سلبية سميها البابا بنديكتوس، يعني علمانية منفصلة عن الله، منفصلة عن الدين، وبين الثقافة المسيحية اللي هي ثقافة مرتبطة بالله، مرتبطة بمبادئ بقيم. فبالتالي
بهالصراع السائفي منشوف انه السائفة الحديث اللي بنسميها سائفة ما بعد وبعد الحديثة عم تستعمل نفس الشعارات الجذابة يلي بتلمس الانسان وبتدعي يعني بتدعي للانسان بتعرض على الانسان السعادة معنى وجود فرح مثلا بعطي مثل كثير بسيط مثلا اليوم شعار مساواة شعار الحب الحر شعار الحرية شعار الأخوة بياخذوا نفس الشعار نفس الكلمات ولكن بيعطوها معنى ثاني يعني بيعطوها تفسيرات مختلفة تفسيرات تغوي هالناس لحتى تجذبهم لها ويتبنوها ويعيشوا فيها. فبالتالي نحن بالمقابل عندنا كلمة مساواة عندنا كلمة حب عندنا كلمة حرية عندنا كلمة أخوة عندنا كلمة تضامن حتى الكلمات التقليدية اللي بنعرفها الديمقراطية بالأمور السياسية كلهم عم يستعملوا نفس الكلمات بهي السقافة ولكن بيعطوها معاني أخرى. مشان هيك كيف بدنا نواجه؟ بدنا نواجه نحن مشكلتنا نحن عنا ما عنا سقافة مسيحية يعني شعبنا بينقصوا تسقيف مسيحي يعني بينقصوا يعرف إذا بدكم تعليم الكنيسة بكل هالأمور الحياتية اليومية اللي هو بقلبه. الحرية الإنسانية هي واحدة من أكبر القضايا الفلسفية واللاهوتية على مدى تاريخ البشرية كلها، وتم تناولها من أكثر من جانب إلى ما وصلنا إليه اليوم، وهي حرية الفرد المطلقة، وأن الفرد وخياراته صارت هي المرجعية للاعتناق الفكر أو الإيمان أو السلوك الشخصي. وهذا تلخص في فكرة النسبية أو النسبوية اللي تحدث عنها الأبونا. نعم. وكان قد سبقنا إليها البابا بنديكتوس السادس عشر الراحل، وكرس جزء كبير من وقته وتعليمه إلى هذا الموضوع. ولكن قبل ذلك أيضا هذا التغير بالحضارة والثقافة والفكر كان المجمع المسكون الفاتيكان الثاني قد نبه إليه ولاحظ أنه في تغير في حياة الإنسان وأنه صار هنالك فصل بين الإيمان والحياة. قال الدستور فرح ورجاء في 43 أنه هذا الفصل العقلي ثم العملي هو واحد من أكبر شرور العالم اليوم. نعم. وبولس السادس عاد ذلك. ولكن مؤخرا بعد ذلك بثلاثين سنة سنة 93 أصدر البابا القديس يوحنا بولس الثاني واحدة من أقوى الرسائل البابوية اللي ناقشت هذه القضية الأخلاقية وفيها حرية الإنسان أمام التحديات العصرية اللي كان اسمها فيريتاتيس سبلندر تألق الحقيقة أو روعة الحقيقة. وفيها توقف على بعض الأمور أمام هذا التغيرات الأخلاقية والنظرة النسبية للعالم اليوم للإنسان العاصر ودور الكنيسة اللي حكيته عنه كمان شوي لازم نحكيها دور وسلطة الكنيسة التعليمية الأخلاقية وحرية الإنسان القانون الإلهي والقانون الطبيعي. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. البطريرك بتسبالة يستقبل مجموعة من الحجاج القادمين من الأردن. بعد انتهاء ترميمها احتفال حاشد لتكريس كنيسة القديس جورجوس في الحصن. صليب في الصحراء فيلم يجسد العيش المسيحي الإسلامي المشترك في الأردن. البطريرك ساكو في قداس بلندن تمسكوا بإيمانكم وأخلاقكم وجذوركم.
للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني nursatjo.org. طابت أوقاتكم وكل عام وأنتم بخير.